السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ وحشتوني طبعا. البلد كلها كانت بتسمع ماتش الاهلي والزمالك. هعلق على الموضوع ده بس بعدين. عندي موضوع مهم ويشغل الرأي العام، كلنا بنشوفه في حياتنا. ايه هو اللي هنتكلم فيه النهاردة؟ هنتكلم عن الصحاب. ايه صفة الصاحب؟ ايه صفات الصاحب او الصديق اللي لما اقول ده صاحبي يبقى ده فعلا صاحبي؟ الكلمة مفسرة نفسها. اليومين دولت في صاحب عشان سيجارة، في صاحب عشان سندوتش، في صاحب بتاع مشوار، في صاحب عشان مصلحة، في صاحب عشان ياخد منك فلوس، في صاحب عشان مدرسة، في صاحب بتاع تاكسي. ايه الصاحب ده؟ انا عايز صاحب. امتى اقدر اقول ان الشخص ده صاحبي؟ امتى؟ احنا في حياتنا بنشوف اليومين دولت لو واحدة مثلا عاملة بوست وصاحبتها دخلت وبصت على البوست من بعيد كده ومفيش لايك ولا كومنت، ما قدرتش تكلمها تاني. لو انا مثلا في الكليه معدي وشاورت لك يا محمد ازيك عامل ايه وانت ما خدتش بالك ما ردتش عليا، خلاص انا خصمتك، بعت بقى الصحوبيه والعشره في ايه؟ في ايه؟ احنا في ايه يعني؟ انا عايز افهم. هعرف امتى ان الشخص اللي قدامي ده صاحبي؟ هي حاجه واحده بس، ان ما كانتش متوفره في الشخص اللي قدامك يبقى ما ينفعش يكون صاحب. الصاحب لو ما حبش صاحبه اكتر من نفسه ما ينفعش يبقى صاحب. عشان انا لو حبيت نفسي اكتر منك، لو حبيت نفسي اكتر من صاحبي، انا اقول لك لو صاحبي جاي يطلب مني فلوس هقول له ما معيش او هتهرب منه، لو صاحبي وقع في ديه مش هقف جنبه، لو صاحبي كان تعبان مش هروح له اكبر دماغي، لو صاحبي ما سالش عليا مش هسال عليه. ده الكلام ده لو انا بحب نفسي اكتر منه. انما لو انا بحبه هو اكتر مني هاجي على نفسي عشانه، منين ما يطلب اي حاجه هديها له، لو طلب فلوس هبيع هدومي عشان اديها له، ادي له الفلوس بتاعتها، لو وقع في ديه هكون معاه، تعبان هقف جنبه، ان طلب مني عنايه هديها له. ده لو انا بحبه. ده معنى الصاحب. اليومين دول لو واحد بيقول لواحد هات لي سيجاره ما ادلوش، خلاص سلام عليكم، ما عادش بيكلموا تاني. العشرة بقى طارت، ولا عاد في عيش وملح، ولا عاد في أي بتنجان خالص. لازم تفهم حاجة واحدة بس، لو ما حبيتش صاحبك أكتر من نفسك أو قبل نفسك يبقى أنت مش هتصاحبه. لو حصل أي تاتش بينكم وبين بعض هتقول له سلام عليكم وتسيبه وتمشي، ما تقعدش تقول لي بقى هانت عليك العشرة الكلام ده كله في البطاطا. صاحبك ان محبتوش اكتر من نفسك مش هتعرف تعيش معاه، مش هتعرف تصاحبه من الاخر، يعني مش هتعرف تكمل دنيتك معاه. اقرب تريب، اقرب مشكله، اقرب اي حاجه هتسيبه وتخلع، اصل انت ما بتحبوش، انت بتحب نفسك اكتر منه، فهتقول انا طبعا نفسي اولى والسلام عليكم. عايز تصاحب؟ شوف الموضوع ده. لو كان متوفر فيه الحته دي ان هو بيحب نفسه اكتر منك، ده تسيبه واخلع منه. لو بيحبك اكتر من نفسه يبقى هو ده الصاحب اللي هتمسك فيه بايديك واسنانك وما تفرطش فيه ابدا، عشان ده عمره ما يغزلك، عمره ما هيجي عليك، عمره ما هيزعلك، هيفضل دايما جنبك، هيفضل دايما سند وظهر ليك، هيفضل دايما معاك في فرح في حزن في كل حاجة. مهما يحصل منك مش هيزعل، ولو زعل منك هو هيجي يصالحك عشان هو بيحبك. نعم، لو بيحب نفسه مش هتشوف وشه تاني. طولت عليكم، وما تنساش لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم، اشوفكم في الفيديو الجاي، باي.